تعالوا بقى نروح مع حضراتكم لملف في منتهى الإنسانية والأهمية، ملف دايما حاضر بمنتهى القوة ومتصدر دائما لخطط واستراتيجيات النادي الأهلي، سواء على مستوى الألعاب أو على مستوى الأنشطة المختلفة. كل ده بيحصل في إطار حرص النادي الأهلي على دمج ذوي الهمم في المجتمع وتمكينهم من خلال القيام بكافة الأنشطة والفعاليات. والحقيقة ده أبسط حق من حقوقهم، مش تفضل بأي حال من الأحوال. وطبعا كالعادة النادي الأهلي يعني الحقيقة له الكثير من الأيادي البيضاء في هذا الإطار، من بينها على فكرة العروض المسرحية، يعني من أهم الوسائل اللي يقدروا من خلالها إن هم يعبروا عن نفسهم ويصقلوا مواهبهم ويحققوا كل طموحاتهم بقى على المستوى الفني والإبداعي. عندنا فريق مسرحي لذوي الهمم بالنادي الأهلي عامل شغل رائع وقدموا عرض مسرحي بعنوان إحنا بالألوان. الكلام ده كان يوم الجمعة اللي فات على مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وكان مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان دايما حريص على حضور العرض المسرحي وحتى البروفات اللي قبلها. طبعا بالمناسبة العرض ده قام ببطولته فريق ذوي الهمم بالنادي الأهلي بمشاركة 43 طفل من أبناء النادي. العرض ده تم التحضير ليه من كذا شهر فات، وكنا لو تفتكروا حضراتكم اتكلمنا معاكم كمان قبل كده اكتر من مرة عن هذا العرض من خلال برنامجنا 10 الصبح بالاهلي، وعرضنا في مرة منهم تقرير عن البروفات اللي كانت بتتم في ذلك الوقت. التحضير للعمل ده تم في مقري النادي الاهلي بالجزيرة ومدينة نصر طبعا تحت اشراف لجنة ذوي الهمم بالنادي وبالتعاون مع اللجنة العليا للجان برئاسة الاستاذ وليد مبروك اللي بنصبح عليه انا ونهاوند، وطبعا بالتنسيق الكامل مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي. العرض كان مبهر الحقيقة ومتميز جدا، والجدير بالذكر ان كان فيه شخصيات عامة كتير حضرت واستمتعت واشادت جدا بهذا العرض، سواء من وزارة الشباب والرياضة او وزارة الثقافة او اتحاد الاعاقات الذهنية ومبادرة قادرون باختلاف. الحقيقة كل التحية والشكر والتقدير لإدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب على دعمه الدائم لأولادنا من ذوي الهمم، وكل الشكر لفريق عمل هذه المسرحية، مسرحية إحنا بالألوان من تأليف أيمن فتيحة ومن إخراج فيصل الشناوي. تعالوا نشوف مع حضراتكم من خلال هذا التقرير شوية تفاصيل زيادة عن هذا العرض المسرحي. تفضل. من الحفلات اللي اصبحت مستدامه في النادي الاهلي زي ما حضرتك تفضلت مشكوره ان كان في حفل السنه اللي فاتت وده حفل السنه دي، وفي الحقيقه يمكن الحفلين لحسن الحظ الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ومجلس الاداره بالكامل بكل يعني هيئته موجود داخل هذا الحفل ده برعايه كريمه لهذا الحفل من مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود. وفي الحقيقه ده دور النادي الاهلي كواحد من المؤسسات الوطنيه المصريه اللي هي بتاتي في اطار الاستراتيجيه الكبيره بتاعت الدوله المصريه اللي بيقودها فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا في الاخر النادي الاهلي بنعتبر نفسنا دايما جزء من الدوله المصريه، احنا مؤسسه من المؤسسات الوطنيه في الدوله، وزي ما انتم شايفين الملف ده الدوله بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهتم بيه ازاي، ودايما في الفتره دي من كل سنه بيتعمل ايه للولاد دول. الولاد دول فعلا هم قادرون باختلاف، دي حقيقه. حاجه احنا بنعملها عشان نعمل تغيير في حياه الولاد. المسرح من الوسائل التعليمية المهمة جدا عشان الولاد دولت يسهل عملية التعليم، لأن صعب قوي انك تقعدي وتعلميهم حاجات حياتية، حتى المهارات الحياتية صعب قوي انك تقعدي تقول لهم اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. انا اكتر حاجة عجباني ان الموضوع ده كله من اوله لاخره تطوعي بما فيهم المسرح اللي وزارة الثقافة ادته لنا. الحقيقة الناس الدنيا كلها بتتضافر علشان ده، طبعا اتباعا لسياسة الدولة في تشجيع ذوي الهمم للاندماج مع المجتمع. فالحقيقة الحاجه كمان اللي عجباني جدا غير ان كله متطوع، ان كل الاولاد والبنات على اختلاف الدرجات بتاعه القدرات بتاعتهم كلهم اشتركوا، كل واحد في حدود الامكانيات بتاعته. احنا العرض الثاني ده بعد ما قدمنا عرض السنه اللي فاتت مطلوب مخرج، والحمد لله نجح بشكل كبير جدا، فكان قدامنا ان احنا نقدم تجربه السنه دي اكبر واصعب واهم، وهي تجربه احنا بالالوان. الولاد المره دي بيمثلوا مشاهد طويله، بياخدوا جمل كبيره غير السنه اللي فاتت، عملوا 5 مشاهد في ساعه
عملوا استعراض، عملوا كل حاجة. الأولاد إحنا مهدنا معهم من السنة اللي فاتت، حطينا الأساسيات. السنة دي ما شاء الله ما تعبوناش زي السنة اللي فاتت، بالعكس كانوا بيتلقوا وعندهم مرونة وعندهم قوة في الحفظ، قوة في الأداء. الحقيقة إحنا النهاردة شاركنا بالعرض التاني للموسم التاني على التوالي للولاد. احنا بدأنا التجربة دي من السنة اللي فاتت، وكانت زي تحدي كده بالنسبة لنا اللي احنا نخش مع الولاد دول، وان هم عندهم طاقة وعندهم امكانيات يفوقوا قدرات الناس العادية. الحقيقة في التجربة الاول ما حدش كان مصدق، بس احنا الحمد لله السنة اللي فاتت لما عملنا العرض الناس ما كانت مبهورة جدا، فأصرنا اللي احنا نعمل السنة دي عرض تاني بشكل جديد، ويكون مكتوب نص مخصوص ليهم، وبتنقل هدف ورسالة في النهاية للناس كلها. احنا بنحاول على قدر الامكان ان احنا نوصل رسالة للمجتمع عشان رفع الوعي ناحية ذوي الهمم، وان هم جزء من المجتمع، وان هم يقدروا ان هم يعبروا عن نفسهم باشكال كتيرة قوي. فالمسرحية كانت في كل جزء منها كان بتوصل رسالة، الرسالة دي منها هدف ان انا يعني اقدر اعمل كذا مثلا، وبتحط دينا على البوينتس اللي هي الخاطئة في المجتمع اللي احنا مفروض نتجنبها بشكل كوميدي دي نوعا ما. يعني مبسوطه جدا جدا لان هي اول تجربه ليا في الاعمال الفنيه دي، بس حاسه ان انا كنت بشتغل بجد في الجنه ومع ملائكه، يعني دي كانت اهم حاجه عندي. بس كنت باجي تحسي ان انا يعني بنسى كل حاجه. الحمد لله شاركت في المسرحيه، انا الحمد لله قمت بتصميم الخلفيات بتاعه المسرحيه بتاعه المشاهد كلها، كنت بدرس كل مشهد الحوار بتاعه ازاي والسيناريو بتاعه ازاي، وبعمل ريفليكت للمشهد كله على بعضه من خلال الديزاين، بحيث ان كل مشهد ما يكونش مطوق يعني ليه شكل تاني، لا كل مشهد كان مميز. رعيت ان هو يكون المشهد فيه كل الديتيلز اللي تخص السيناريو. احنا فعلا زي ما حضرتك قلت احنا بقالنا 6 أو 5 شهور تقريبا شغالين على المشروع، والمشروع كان موجود السنه اللي فاتت والسنه دي وان شاء الله السنه الجايه. زي ما حضرتك شايفه العرض طالع فيه عرض مسرحي، وجوه للولاد حابين العرض. عرض اسمه احنا بالالوان، بيتكلم عن حياتنا ونبط حياتنا والتكنولوجيا والتيك توك والانستجرام وكل المشاكل والمواقف اللي بتحصل في حياتنا. انا اول ما تلقيت العرض عموما من خلال السيناريو عجبني جدا، السيناريو والاحداث بتاعته اللي هي بتتلقى من خلال الرسوم الكاريكاتير. حاولت اقدم شيء مختلف، رؤيه مختلفه طبقا للمخرج فيصل الشناوي، وقدمت معاه نموذج مختلف جدا من خلال الرسومات، بحيث ان العروض بتتم من خلال عرض مسرحي مؤلف. الابطالنا من ذوي الهمم او من ذوي الاحتياجات الخاصه، ذوي القدرات الفائقه، قدروا يحققوا نموذج هايل جدا في التمثيل. لمست ده اثناء البروفات. عرض النهارده يعني اسمه احنا بالالوان، وقبل ما اتكلم عن العرض نفسه هنتكلم عن ظروف انتاجه، بان هو للجنه ذوي الهمم بالنادي الاهلي، كان بيشترك فيه 43 طفل من ذوي الهمم وذوي القدرات الفائقه، اللي قدروا ان هم يوصلوا يعني رساله النص من خلال الكوميديا، من خلال المواقف المختلفه، من خلال الاستعراضات، من خلال الاغاني. وكان تخطيطنا واحنا بنجهز للعرض المسرحي ان احنا ما نكونش بنتكلم عن ذوي الهمم، ولكن نكون بنتكلم عن المجتمع من كرساله بتقدمها ذوي الهمم بشكل عام. يعني احنا حبينا نطول شويه التقرير ده، عاده التقارير طبعا ما تبقاش بالطول ده، بس لان الموضوع مهم يا كريم، لان الملف ده مهم جدا. وزي ما احنا كنا دايما بنقول الفعاليات والانشطه اللي النادي الاهلي دايما بيهتم بيها بتكون متزامنه مع اهتمام الدوله. يعني حضراتكم عارفين الدوله قد ايه مهتمه بملف ذوي الاعاقه، وحفل قادرون باختلاف اللي بيتم كل سنه وسياده الرئيس بيحضره، اللي لسه كان في اقل يعني من اسبوعين اخر حفله كانت معموله بحضور سياده الرئيس. فده تزامنا مع اهتمام الدولة. انت برضو هنا عندك في النادي الاهلي بيهتم بفئة كبيرة جدا من ذوي الهمم، بتديهم فرصة، بتديهم امل، بتديهم حياة مرة تانية. طبعا غير الاحتفالية دي يا كريم بيبقى فيه انشطة مختلفة، بيتعلموا مهارة، بيتعلموا حرفة، اللي منهم بيبقى فنان، اللي منهم بيبقى رياضي. فانت بتاخد فرصة ان انت بتدي امل لبني ادم ممكن يعيش ويتعايش في مجتمع رغم كل الصعوبات اللي هو بيواجهها. صحيح. انت بتصنع حياة. فبتهيألي ده ملف في غاية الاهمية، وسعيدة كمان بان بقى فيه وعي يا كريم
التعليم في السنوات الأخيرة بشكل كبير جدا لذوي الهمم، بقى في تقبل كمان في المجتمع، الوعي بقى أكتر في المدارس في الأهالي. يعني أنا أعتقد الوضع دلوقتي أفضل من زمان، أفضل من سنوات كانت سابقة بكتير جدا. نتمنى كمان الفترة اللي جاية يتم الحصول على كل ما يعني يحتاجوه من حقوق، من أي شيء، من أي أمور، من أي قوانين، لأن أنت من حقك تلاقي مواصلات، من حقك أن أنت تشتغل، من حقك تلاقي فرصة في الحياة، من حقك تمشي آمن في الشارع. كل ده أعتقد القانون يعني موفره، يبقى كمان التطبيق ويبقى الوعي عند المجتمع. فملف في غاية الأهمية بجد، وشابوه للناس اللي بتهتم بالفئة دي.